السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم إن شاء الله في الدرس ده عن برنامج جميل جدا أو برنامجين، إزاي نقدر نعمل السكرين سيفر خلفية لسطح المكتب. هنفتح أول حاجة السكرين سيفر. هنلاحظ ان انا هنا عندي سكرين سيفر بينزل لي اعتيادي مع الجهاز، وفي ممكن انا اضيف سكرين سيفر. انا اختار سكرين سيفر انا ضايفه اللي هو دوت اللي هو شكل المية ده. ازاي نقدر نخلي السكرين دوت يبقى خلفية ثابتة على سطح المكتب؟ اول حاجة نختار السكرين اللي احنا عاوزينه زي ما شفنا دلوقتي، ونطلع في برنامجين. اول برنامج اللي هو اسمه وول سيفر دوت، والبرنامج التاني اللي هو باك جراوند، وده عبارة عن قطعتين. هو البرنامج بينزل اتنين كده. نجرب اول حاجة البرنامج الاولاني، هندوس عليه. بيقول لي لو انا دوس اكتف على طول هيعمل لي سكرين سيفر اوتوماتيك اللي هو انا مختاره، هيعمله لي على طول هو كخلفية. هنلاحظ كده ان سطح المكتب شغال كخلفية، بس طبعا سكرين سيفر المية بيختلف شوية، ان هو ايه بياخد صورة لسطح المكتب وبيثبت عليها. اما مثلا لو جربنا مثلا نختار، لو انا قلت طبعا قلت له ريستور هيرجع تاني. التاني دوت مجرد ندوس عليه على الايقونة اللي هي اللي بتلمع دي، مجرد ما ندوس عليه هو لوحده اوتوماتيك هيعمل لي الخلفية زي ما احنا شايفين. لو انا عايز ارجعها تاني ادوس على التانية، يعني ايقونة تشغل البرنامج وايقونة توقف لي البرنامج. لو برشح ان البرنامج ده افضل، ممكن اختار من خلاله السكرين سيفر برضو من هنا. نجرب ده مثلا ونقول له اكتف. بنلاحظ ان هو هنا بيشغل باخر صوره هو واخدها قبل ما يبتدي اشغل البرنامج. يعني بنلاحظ الخلفيه دي ثابته اللي هي وول سيفر دي، لان انا شغلتها وهي موجوده. لو نزلتها او شغلت البرنامج هيشتغل معايا بدون الصوره دي طبعا. نجرب مثلا دوت. طبعا السكرين سيفر ده بيختلف، ان لان ما بياخدش صوره، هو ما فيش غير سكرين سيفر الميه بس هو اللي بياخد شكل سطح المكتب. اما ده عادي لو انت سبت اي حاجه قدامك بتبقى شغاله، ما فيش اي مشكله. عادي ممكن بقى تختار اي شكل انت عاوزه. جرب كده شوف الشكل اللي انت تستريح له. نجرب ده مثلا. الاول نوقف دوت ونختار التاني، نقول له سيلكت اكتف. نشوف ده. هما دول البرنامجين اللي ممكن من خلالهم احط السكرين سيفر يبقى خلفية على سطح المكتب. ارجو ان يكون الدرس سهل وواضح، وان شاء الله مع الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.